عكس كل الاحتمالات وضد كل الحسابات وعلى جثة المنطق. كتير جدا من نجوم الفن ومن نجوم الرياضه ومن نجوم الغناء يعني بيعملوا الاحتفال ده. الهضبه الزمالكاوي اللي بنبارك له بالدوري، الهضبه الاسطوري عمرو دياب هو الثاني كان عامل الاحتفال ده مع واحد من صحابه على البحر، بس فين معرفش، بس كان على البحر. صوره الهضبه بيعملها بره مصر الله اعلم. الاداء ما كانش احسن حاجه، يعني مش احنا مش ده اللي احنا متعودين عليه من الزمالك، احنا متعودين على اداء احسن، يعني عندنا اداء احسن من كده بكتير، والاداء ما كانش احسن حاجه، يعني اللي هو عشان احنا خدنا ثقه ان الدوري بتاعنا خلاص، وعشان توجنا خلاص بالدوري، فاللي هو بالنسبه لهم اللي هو نازلين متنكين بصراحه شويه على الكوره، بس ده هيبقى يعني بدايه الموسم الجديد باذن الله تبقى احسن بكتير من كده، وباذن الله الشوط الثاني هيضغطوا اكتر، ويعني بقى الاداء احسن بكتير من الشوط الاول. احنا محتاجين نضغط كويس ونضغط كويس، عواد يخلي باله يعني ما يطلعش من المرمى كتير، يخلي باله من الكور قوي، ويعني يركزوا اكتر ويضغطوا اكتر. احنا برده محتاجين الدفاع عندنا برده ما كانش احسن حاجه عشان عبد المجيد اتطرد، فالدفاع عندنا برده ما كانش احسن حاجه، فطبعا كل ده يعني حصل برده بسبب الطرد، فاحنا مش هنقدر برده نلومهم لوم كبير قوي للدرجه يعني. باذن الله 2-1 ان شاء الله باذن الله. خلاص ابراهيم نور الدين وجاي الكابتن احمد عبد المقصود بيقول يعني خلاص الملعب وضربه حره مباشره لمصلحه نادي الاتحاد السكندري، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على النتيجه والحمد لله على مبروك على الدوري اولا، وبالنسبه للشوط الاول ان احنا فعلا ب1-0 دي طبعا بعد الطرد اللي حصل والخطا اللي وقع فيه عواد، المفروض ان اللعيبه تلتزم اولا، عواد ما يكونش يطلع زي ما هو طلع الطلعه دي لان هو ما عندوش حد يغطيه، دي اول حاجه. ثاني حاجه ان لازم حد يغطي من نص الملعب للدفاع تمام، وياخد من الهجوم، لان انا الماتش بتاعي تحصيل حصل، انا كسبان كسبان بس ما خسرش النهارده تمام، فاطلع على الاقل تقدير تعادل والمفروض افوز، لان الاتحاد مش من المستوى القوي اللي هو المفروض يعني يعني فاهمني. وابراهيم حسن اساسا ابننا وكده كده هو محظوظ علينا يعني، فالحمد لله يعني بسيطه. هو الثاني اللي معاه الكوره، وهنا الكوره من سيف للزيري يلعب الكوره عند زيزو، رد مره ثانيه على طلبه سيف رد كويس على امام عاشور، الاتحاد السكندري افضل في الملعب، ولكن هنا بقى يصفر ابراهيم نور الدين وفي خطا على عبد الله نصيب واحد بقى. انا اعتقد تغييرات في خط النص، خط النص محتاج تدعيم عشان الكره معانا بتطلع صعبه شويه، فمحتاج ان حد يجي يستلم من الدفاع من الديفنس يوديها للهجوم، دي افتكر احسن حاجه. وانا اعتقد يوسف اوباما كويس في الحته دي، مع ان الناس كلها يعني غضبانه على يوسف اوباما، الناس كلها يعني قلبه على يوسف اوباما، بس ضمن الماتش بتاعه في كذا واحد في خط النص مش في حالتهم، زيزو وشيكابالا وكله يعني في كذا، وحتى امام عاشور في كذا واحد يعني هو الكويس فيهم محمد اشرف روق، ف يعني التغييرات تكون مفتوحه، اعتقد لازم على الاقل يغير تغييرين، دي اقل حاجه عشان الفريق مش في حالته الطبيعيه. لا مفيش توتر، ده بيلعبوا من غير ضغط، ده لو كان يعني نتيجه غير النتيجه بتاعت امبارح بتاعت بيراميدز كان هيبقى في ضغط وفي توتر وفي تنشن، انما دلوقتي بالعكس مفيش توتر، بيلعبوا من غير اي ضغط، ده الاتحاد اللي بيلعب بضغط ان هو لازم على الاقل يكسب نقطه علشان يبعد عن صراع الهبوط.